خبر محزن لمتابعي مسلسل حياة قلبي، أو كما يسمى في الهند بمسلسل أقدار الأبراج. شاهدوا الفيديو حتى النهاية حتى تتعرفوا على المزيد من التفاصيل. تنويه: جميع المعلومات الموجودة في هذا الفيديو من مصادر جد موثوقة، تجدون جميع المصادر أسفل في الوصف. ماني جورا، الاسم المشهور في صناعة التلفزيون الهندي، شوهد وهو يلعب دور ريشاب لوترا في مسلسل حياة قلبي. قرر ترك المسلسل بعد 4 سنوات، وقد شارك مع تايمز أوف أنديا تصريح جاء فيه أنه لم يفكر في هذا القرار من قبل، ولكنه كان مرتجلا إلى حد ما. فقد انضم إلى العرض قبل 4 سنوات بعد انتهائه من التصوير المسلسل بريم باندان، لكن بعد مرور الوقت بدأ يشعر أنه قد أعطى كل شيء تقريبا لشخصيته. لقد قام بتصوير المسلسل مدته 20 دقيقة منذ أسبوعين، وذلك عندما قرر أن الوقت قد حان لمغادرة العرض، وقد صرح قائلا: وفقا لمسار القادم في المسلسل فإن شخصية ريشاب سوف تذهب إلى لندن لتعود إلى الهند بعد أيام قليلة، وهنا شعرت أن الوقت قد حان للقيام بخروج لطيف. في الواقع كنت أخطط للذهاب في إجازة لمدة أسبوع وتفاوضني الإنتاج لتقليلها، ومع ذلك شعرت أنه من الصواب الخروج من العرض في تلك المرحلة. أعرب مديري عن صدمته عندما أخبرته أنني قررت الاستقالة. قال لي: المسلسل غير مكتمل بدونك. أخبرته أنني أيضا غير مكتمل بدوني. أنا ما أنا عليه بسبب هذا العرض، ولا أحد يمكن أن ينكر ذلك، ولكن قد حان الوقت لأسلك طريقا جديدا. وهذا يعني أن دور ريشاب لوترا انتهى بالمسلسل حياة قلبي وبشكل نهائي. أتمنى له حياة سعيدة وإنجازات جديدة وناجحة كما يتمنى. أخبروني، هل سوف تشتاقون إلى شخصية ريشاب في المسلسل؟ انتهى الفيديو، اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس لتتوصلوا بجديد الأخبار والمعلومات عن المسلسلات الهندية ونجومها، واعملوا لايك للفيديو، وكلمة شكر منكم تكفيني.